أهلا بيكم معايا في حلقة جديدة من بالهنا. النهاردة عاملين أكلتين لطاف جدا وظراف. احنا داخلين اهو دلوقتي على أعياد وعلى كريسمس وعلى نوير وعلى حاجات كتير جدا جدا، فدي ممكن تبقى حاجة لعزومة محترمة كده، حاجة خفيفة وفي نفس الوقت حاجة مناظر زيادة عن اللزوم وطعمها هايل. النهاردة عاملين أكلتين، الأكلة الأولانية فطيرة السلمون، وتاني حاجة عاملين سلطة اسمها سلطة مفروم. كل حاجة مفرومة صغير صغير صغير، وهقول لكم بعد كده معموله بايه. نبتدي اول حاجه بفطيره السلمون. الفطيره اللي احنا هنستعملها هتبقى الباف بيستري بتاعتنا، او الفطيره الهشه، العجينه الهشه اللي احنا متعودين عليها. سلمون عايزه فيليه طويل كده اهو، بنروح للراجل وناخد السمكه ونقطعها، ومش عايزه اي حاجه من عند الديل، عايزاها تبقى كلها نفس السمك عشان كله يستوي نفس الطريقه. معجون زيتون، الزيتون بناخده ونضربه في الخلاط، نحط معاه شويه بصل، كل واحد بيحب الطعم اللي بيحبه ايه يعمله، ماشي؟ مش هقول لكم ازاي تعملوه. زيتون بدون بذر ويتحط في الخلاط مع شويه زيت زيتون وشويه زعتر، بصلايه، توميه، وخلاص ويتضرب مع بعض. طماطم وجبنه موتزاريلا. هبتدي بقى على طول الحاجات. اول حاجه طبعا لازم ايه، العادة النهاردة بشتغل بدقيق، لازم ألبس أسود، هو كل مرة بتبقى الحكاية كده. أوكي، وناخد العجينة بتاعتنا الباف بيستري، نحط شوية بس كده عليها مش كتير. نبتدي إن احنا نفرد. إيه الفكرة بقى بتاعت السلمون دي؟ هتشوفوا معايا وأنا بشتغل إنها من ألطف وأسرع وأطعم الحاجات لما تيجوا تاكلوها اللي ممكن تعملوها، ما بتاخدش وقت. اهم حاجه لما ناخد دي من عند الراجل، هو هيجيب لنا السمكيه بحالها السلمونيه، يعني بدل ما نجيب ديك رومي ممكن نعمل حاجه زي دي. السمك دايما حلو وبيجيب خير، السمك دايما خير. هنفضل بقى نفردها على قد ما نقدر. بصوا احنا عندنا السلمونيه قد ايه، انا عايزاها تبقى اكبر من السلمونيه بشويه. حلوين طبعا، ما قلتلكوش ملح وفلفل. هو طبعا الملح والفلفل يا جماعه بيجي من غير ما نقول، خلاص بقى احنا فهمنا ان مفيش اكل ممكن يتعمل بدون ملح وفلفل اهو. حلو الكلام، كلام جميل، كلام معقول، ما نقدرش نقول اي حاجه عنه بتهيألي اهو. ناخد السلمونيه بتاعتنا نحط عليها شويه زيت زيتون وملح وفلفل. شوية زيت زيتون بسيط كده من الظهر برضو. زي ما اتفقنا قبل كده ان اي حاجة نيجي نستعملها قبل ما نستعملها ننشفها. انا نشفتها قبل ما نصور على طول، ما ينفعش نشتغل بالحاجة فيها مية، لان المية دي بتنزل لنا في اي حاجة بنعملها في عجينة او كده، وحتى الطعم ما بيبقاش حلو قوي. وشوية ملح وشوية فلفل، نفس الحكاية من هنا، شوية ملح، مش هنزود الملح هنا لان احنا عندنا الزيتون وفلفل. وبعدين نجيب الصينيه اللي احنا هنشتغل فيها على طول اهي. معلش هبعد بقى شويه حاجات من هنا دلوقتي. ونجيبها هنا كده. ايه بقى اللي هيحصل دلوقتي؟ اللي هيحصل دلوقتي ان احنا نجيب الفليهية الحلوه دي. وخليني اقول لكم قبل ما انسى، لما الراجل هيعملها لكم هو مش هيشيل منها الشوك، احنا مش عايزين نعذب الناس معنا هما بناكله. لو قلنا دي هنعملها في زي في عزومه ولا بتاع ندلع الناس،
نجيب ملقط، مفيش ست ما عندهاش ملقط، ونمشي كده وبصوابعنا ونشوف، وكل واحده نلاقي فيها نقوم شايلينها 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 شايلينها، ما يبقاش فيها اي نوع من اي شوك. ماشي. دلوقتي بقى نجيب الزيتون ده اللي احنا عاملينه ونقوم بالاسلوب ده حاطينه فوق السلمانيه. كلام جميل. ايه اللي هنعمله بعد كده؟ ريحان. الريحان الفريش عندنا موجود دلوقتي في كل حته، نقوم فاردين الريحان كده عليها، حتى شكلها من غير ما تستوي بيبقى عايز يتاكل بصراحه يعني. لو ما عندناش ريحان ممكن نعملها بسبانخ. لا السبانخ طبعا ممكن تبقى حلوه قوي، بس بتنزل ميه كتير السبانخ، فممكن ايه تهريلي السلمون، انا مش عايزه السلمون يبقى اوفر كوكت. هنجيب دي كده سكينه ونبتدي نقطعها ترانشات. طماطمايه طماطمايتين على حسب كبر الستيك الفيليه بتاعنا. حلو الكلام. جبنه الموتزاريلا اللي في الميه، مش عايزين اللي هي التانية اللي احنا بنجيبها اللي هي بالمبشوره جاهزه، لا طعمها مختلف خالص، دي بتبقى احلى كتير جدا في الطعم يا جماعه. هنقطعها برده كده اهو 3/4 يعني مربعات صغيره. ونحطها هنا في الجناب. وفوق كمان. فميديترينيان جدا في منتهى البحر الابيض المتوسطي خالص طعما. وبعدين نيجي كده هنقفلها بالاسلوب ده. واهم حاجه قبل ما نقفلها، معلش يا جماعه، نحط لها البيض. البيض هو اللي هيمسك العجينه في بعض. قبل ما اقفلها كده كنت مفروض احط ده، انا اسفه، بس اهو كده جايين كده، ونفس الحكايه من المنطقه هنا وهنا برضو. بتقفل كده، والبيض غير ان هو بيمسك كمان بيدينا لون حلو قوي قوي قوي. انا هعملها كده وامسكها وتشوفوا شكلها وطعمها ومنظرها وكل حاجه، تبقى في غايه من الروعه. شويه ملح شويه فلفل، وفي الاخر نقوم ملونين بقى ايه كل البيستري بتاعتنا او العجينه، وتدخل على فرن درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة بالكتير جدا. احنا متفقين ان السمك ما بياخدش وقت كتير في السوا، فدي كده خلاص جاهزة عندنا. هندخلها الفرن بهذا الاسلوب، وانا كنت مجهزة واحدة تانية هطلعها على طول لان هي في الفرن ومش عايزاها تبقى اوفر كوكت، وتشوفوا شكلها بيبقى روعة ازاي. ونقطعها مع بعض في الايه السيجمنت او الفاصل اللي جاي اهي. واهو هي دي. هو ده شكل السمكه بتاعتنا اللي محطوطه في الباف بيستري. واشوفكم بقى بعد الفاصل ونعمل السلطه الرهيبه ونكون حطينا دي بقى في حاجه شكلها حلو ومحترم. اشوفكم بعد الفاصل.
اهلا بيكم مره تانية. خلاص خلصنا بقى من التارت اللطيفه الظريفه دي اللي ما خدتش وقت خالص في تحضيرها، اللي قلنا شكلها تري 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 ديستنجي او يعني في منتهى الشياكه والمناظر والطعم رهيب. دلوقتي بقى هنعمل حته دي سلطه، هنعمل سلطه مفرومه. يعني ايه سلطه مفرومه؟ يعني كله متقطع صغير 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 صغير. المقادير كالاتي: عندنا كابوتشايه، لو في كمان اللي هو البلدي بتاعنا يبقى حلو قوي الخس. عندنا بيزل برضو اللي هو الريحان اللي احنا استعملناه مع السمك دلوقتي، جرجير، بصل اخضر، خيار، افوكادو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده كتير وعلى فوائده قد ايه هو طعمه لطيف بس احنا مش متعودين عليه، غالي شويه مش لازم نشتري كيلو، احنا نشتري واحده بس مش عايزين غير واحده، وجبنه تشيدر. وبالنسبه بقى للدريسنج هيبقى عندنا خل عنب احمر و زيت زيتون ومسترد. اوكي نبتدي على طول الشغل. الشغل عندنا بيزيكلي او اللي هيتعمل اساسا هو ان احنا نقطع الحاجه صغير صغير صغير، مش احنا قلنا مفرومه؟ ودي من اكتر الحاجات يعني التارت دي مش عايز يتقدم معاها غير حاجه خضراء. اوكي يعني شويه سلطه وخلاص. طبعا هي مش طريقتنا احنا في مصر ان احنا لما نعزم حد نعزمهم على طبقين بس اللي هو طبق وسلطه، بس لو الحاجه معموله حلوه قوي ليه لا، الواحد هنشبع حته من دي وشويه سلطه والحمد لله. ايه بقى الاكل الكتير اللي بنقعد ناكله ده؟ اوكي اهو اول حاجه حطيناها وفرمناها هو الجرجير، هنقوم فرمين شويه ريحان، نغورهم كده كده مع بعض كلهم. وريحان اهو، بصل اخضر، ده من اكتر الحاجات اللي بتديلها شمخة كده حلو، برضو صغير جدا. شكل الطبق ده كده هيبقى صغير، شكلي هاخد طبق اكبر من ده شوية، بس ايه خلوني اعمل كل التقطيعات هنا وبعد كده لما اجي احط لها الدريسنج نحطها في طبق اكبر. خيار مش عايزة اقشره، اتفقنا قبل كده ان الخيار ان اي خضار الحاجة المفيدة اللي فيه هو قشره، فايه هنعمله بقشره ونقطعه الى مكعبات صغيره. اهو الخيار. ايه اللي فاضل لنا؟ فاضل لنا لسه الكابوتشا، وانا عندي على فكره كمان هنا حاطه شويه كان متقطع لي لا شويه خيار متقطع اصغر وشويه بصل اخضر متقطع اصغر كمان، عظيم جدا اهو. بس كده. واهم حاجه بقى last but not least الخس. الخس ازاي بنعمله؟ بنشيل الحته اللي في النص دي ونحطه في شويه ميه وخل ونسيبه شويه ونشيله منها ونصفيها كويس، كده الخس اتغسلت. ماشي صغير صغير يتقطع، بس انا عايزاها تبقى على ايه كده عشان كله يبقى نفس. زي ما قلت لكم شبه الطبق اللي انا اخترته كان من الاول مش مظبوط، فانا دلوقتي قبل ما احط الخس هجيب الطبق الكبير بتاعي ده بتاع السلطه، اول حاجه احطها فيه الخس اللي انا لسه كله مقطعاه ده مع بعضه. هايل. وبعد كده نيجي بكل الاشياء اللي احنا قطعناها الحلوه دي، كله اخضر في اخضر، ايه احلى من كده؟ والجبنه الشيدر المبشوره طب بذمتكم مش شكلها يفتح النفس حتى من غير دريسنج؟ انا اكلها كده حتى من غير دريسنج. ونجيب بقى الطبق بتاعنا اللي هنعمل فيه الدريسنج، ناخد شويه ملح، زيت زيتون،
معلقتين كده حلوين مستردة، عليهم شوية الخل العنب الأحمر اللطيف ده، وبيتلاقى يا جماعة مش بالصعوبة خالص، الملح، نحط لها شوية فلفل أسود، وأهم حاجة زيت الزيتون. الدريسنجز او الصوصات بتاعه السلطه، والله مره عايزين نعمل حلقه بس عن صوصات سلطه وبس، بنعملها ونسيبها في الثلاجه، مره نقول عايزين نعمل الفرنش دريسنج، ايطاليان دريسنج، في كذا دريسنج، ففي حلقه اوعدكم ان احنا كل اللي هنعمله نوع سلطه واحد بديفرنت او بدريسنجز مختلفه او بصوصات مختلفه. شوفوا شكلها بعمل ازاي جميل. بس انا لازم ادوق، ما ينفعش انزل حاجه من قبل ما ادوقها. لحظه. لطيفه جدا. اوكي. ايه الكلام الجميل ده؟ كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول اي شيء عنه. هحط بقى شويه زيت زيتون حلوين علشان الحاجه تلمع كده. هو انا ما بحطش كتير، بص هو بينزل زي شويه 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 صغيرين جدا. كده لحظه بقى، ومعالق بتاعه السلطه، ونقلب سلطتنا الرهيبه دي اللي هي السلطه المفرومه سميناها. كل الحاجات الخضراء اللي تيجي قدامنا نعملها مع بعض، الزياده فيها اللي ممكن ما يبقاش موجود عندنا ومش لازم نعمله معاها هو الافوكادو. طبعا طعمه حلو جدا، اللي يقدر يجيبه يجيبه، اللي ما يقدرش مش لازم. الدريسنج بتاعنا ادينا قلناها لكم في منتهى السلاسه والسهوله، وهي وخلصت السلطه بتاعتنا. فبكده خلصنا اكلتنا بتاعه النهارده اللي هي عباره عن فطيره السلمون الرهيبه الجميله دي اللي انا عايزه اكل منها اوريدي دلوقتي. ما تيجوا ناكلها مع بعض؟ لا هاكلها بعدين عشان ما اعملش. والسلطه المفرومه، كل الحاجات الخضراء مع دريسنج جميل جدا. واشوفكم في حلقه تانية باذن الله في بلهنا. Thank you.